قهوة أبو ناطق، هذه الملاحظة وهذه الفقرة اللي عندنا تلم الناس، تلم الغني، تلم الفقير، تلم المهموم. ومن ضمن الناس اللي دائما يجون موسى. موسى شخصية كلش مشهورة بالصالحية، عامل بلدية، وحكينا وياه على قضية كلش مهمة. أنا صراحة ما أريد أحرق اللي تكلمنا عليه، نسولف بعدها. ويانا أشهر شخصية بالصالحية صباح الورد موسى. صباح الورد موسى، عامل بالبلدية، الرواتب مالتكم شلونها؟ ايش قد يعني انطوكم؟ والله على زاد احنا 400 بس يقول لك 350. زين شو تكفيك موسى هاي؟ الحمد لله شكرا. وانا طلعت عند الغالي، انا هذا عمري عند الغالي، عندي عرض انا احمد بيه. ايش قد مواليدك؟ ها؟ مواليد 58. وتحمل غاز؟ احمل غاز حتى تحاول تسد العيشه. لا قاعد ايجار النوب. اي والله. ايش قد ايجارك؟ ايجاري 250 حوالي. الكهرباء حقها وانت مولد؟ مولد طبعا، مولد وعي والظلمه يعني بالقوه سادها. الحمد لله مشكور. الله يوفقك موسى. رحمه الله وجهك. اشهر شخصيه ودائما ساق ابو احمد. شو تقول له؟ موسى اسمه الحركه موسى، هو اسمه كريم. أي. بس اسم الحركة موسى. موسى. احنا بقهوة أبو ناطق. موسى نموذج عراقي للهم العراقي. تصوروا عامل بلدية يخلص من البلدية والتنظيف، يروح عربانة دبات قناني مال غاز، يحمل غاز لأجل أن يسد العيشة، إيجار فوق الضيم ووضعه وعائله والى اخره، كثير من الشغلات اللي فوق كتفه. انا بصراحه اتمنى من اي مسؤول لما يقعد ويسولف بقضيه او قضايا موسى، هذا النموذج العراقي، لما تسولف وعطرك ب 1500 دولار ورباطك فت 500 دولار وبدلتك ب 7000 دولار، مستحيل راح تحس بموسى اللي ما شايف الدولار. وعليه اذا شلون راح نناقش قضيه تخص موسى؟ شلون راح تناقشه؟ الشبعان شريد احكي له عن الجوعان ما راح يحس، ما قارصه الجوع. ولهذا حتى هوايه من الناس اللي اجوا يستلموا حكم بالعراق وهم جايين من برا، جاي من الترف اغلبهم، ما اريد اقول كلهم، لكن هذه القضيه. واني اوجه كلامي للسيد رئيس الوزراء، ما جاي من برا وابن العماره وعائله شهداء، الزمك من هاي موسى شو راح تناقش قضيته؟ شو راح تسولف بقضيته موسى؟ موسى عامل بالبلديه، المفروض 400 ياخذ يقصون 50 رحمه والدين، وراها يذب هدوم البلديه ياخذ عربانه الغاز ويروح الى ساحه الغاز يحمل ويطلع يبيع على باب الله لاجل ان موسى يسد الايجار ويسد العيشه ويسد متطلبات الحياة. وكل هذه التفاصيل ولا حد يقول لي طولت بموسى. موسى لو أنطي كل الحلقة أنا مقصر وياه. موسى نموذج لمواطن عراقي